ما نصيحتكم لمن تخرج من كلية شرعية ويرغب في طلب العلم؟ نعم. ما نصيحتكم لمن تخرج من كلية شرعية ويرغب في طلب العلم والعمل في الدعوة إلى الله وأن يعلم الناس، وما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها؟ هذا شيء طيب، إنه بعد ما تعلم العلوم الشرعية يريد أن ينفع الناس بها وأن يدعو إلى الله وأن يدرس المسلمين يعلمهم، هذا هو الواجب. الواجب على العلماء وطلبة العلم أن يقوموا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس ما ينفعهم، هذا هو الواجب على كل من عنده علم. والكتب كثيرة ولله الحمد، أعظمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث، شروح الحديث وفي الفقه، كله والله الحمد موجودة ومتيسرة يستفيد منها.